مستوى صوت 39، مستوى صوت 37. متداول الأنادو ريمي. الإدخال الحديث التلفاز المباشر. هو فيه ده اسمه التوجيه الصوتي أو المساعد الصوتي. المؤشر مش شغال. يا ريت تركزوا معايا. الضغط مع الاستمرار على كاتم الصوت في ريموت شاشة LG العام 2024. بص اللي يحصل. الضغط مع الاستمرار ودانا على إمكانية الوصول. اللي هيحصل بعد كده التوجيه الصوتي هيشتغل بشكل تلقائي. التوجيه الصوتي أي حركة هتعملها أي مكان هتروح عليه في حد بيتكلم جوه. بص التوجيه الصوتي كده تشغيل حاليا. لو أنا دوست على نعم هو كده اشتغل معايا. أي حركة في الشاشة بص كده هعلي الصوت. 29 21. تعلم استخدام الريموت. ميزات الاستماع. ميزات الرؤية. تعلم كيفية الاستفادة من الجهاز. استفادة قصوى وحل المشاكل. نصائح المساعدة سريعة. روبوت الدردشة. ألغي الميزة دي ازاي؟ في البداية التوجيه الصوتي لما بيشتغل المؤشر بيتلغي، ودي الحاجة رقم واحد. الحاجة رقم اتنين صوت الجهاز. قفلت الشاشة وفتحتها بتبقى عبارة عن موسيقى بتشتغل معاك لما انت بتقفل الشاشة وتفتحها. هتيجي تقول لي ازاي بقى الغي كل ده واخلي الشاشة شغالة، المؤشر يكون شغال، والغي التوجيه الصوتي. هتضغط على الترس الاعدادات في الريموت كنترول. الاعدادات سريعة. جميع الاعدادات زرية. اسكتي بقى. بعد كده هاجي على العلامة دي امكانية الوصول. مجرد ما اقف عليها هيقول لي امكانية الوصول. روبوت الدردشة زرية. امكانية الوصول زرية. هدوس عليها اوكي. جار تحميل. روبوت الدردشة. حتى وهو بيحمل بيقول لي جار التحميل. طيب. اربع العناصر في المجموعة. عام. علامة تدوير. 3 من 4. انا واقف على العام هحود يمين. التوجيه الصوتي شغال. وصوت تشغيل الجهاز شغال. هتلغي ده وتلغي ده. طيب هحود يمين. إمكانية الوصول. التوجيه الصوتي لتشغيل. هدوس على اوكي. التوجيه الصوتي. تفعيل الوظيفة. التشغيل. واقفل ده. المؤشر رجع اشتغل معايا. هدوس على الباك. صوت تشغيل الجهاز. طيب هوريك يعني ايه صوت تشغيل الجهاز الاول وبعد كده هنلغيه. هقفل الشاشة. نفتح الشاشة ونشوف الصوت اللي هيكون خارج. ركز معايا كده. الصوت اللي خرج ده ألغيه ازاي؟ نفس الخطوات هي هي. هتضغط على الترس في ريموت كنترول. لو ظهرت لك الرسالة دي استنى بس 10 ثواني. هدوس على الترس في ريموت كنترول. هختار بعد كده إمكانية الوصول العلامة دي. أضغط عليها أوكي. هستنى لحد ما يحمل معايا. بقف على كلمة عام واحود يمين صوت تشغيل الجهاز بلغي. وبكده انا قفلت التوجيه الصوتي وقفلت صوت تشغيل الجهاز. ركز معايا كده. لو انا روحت على التوجيه الصوتي ودوست اوكي وضغطت على تفعيل الوظيفة هيجيب لك الرسالة دي ان المؤشر مش هيشتغل معاك. لو انا فعلت التوجيه الصوتي لو انا دوست على اوكي بص اللي يحصل. المؤشر مش هيشتغل معايا. فبالتالي لو انت بتشتكي ان المؤشر مش شغال ارجع للتوجيه الصوتي. لو التوجيه الصوتي شغال المؤشر مش هيكون شغال. فانا هلغي الميزة دي عشان خاطر ده يرجع يشتغل معايا. زي ما احنا شايفين رجع يشتغل معايا. لو عندك اي استفسار بخصوص شاشة LG اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. هسيب لك دلوقتي في شاشة نهاية فيديوهات اخرى. خش اتفرج عليها وصدقني هتستفيد جدا. كان معكم مجدي عبد الغفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.